للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية الأستاذ علي الأمين. أهلا بكم أستاذ علي إلى استوديو رافدين. التظاهرات تتواصل في إيران، هناك ارتفاع في سقف المطالب كما يبدو التي ينادي بها المتظاهرون، كيف تراها برأيك؟ هل نحن بالفعل أمام ربيع إيراني؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. حياك الله. لا شك نحن أمام مشهد نوعي على مستوى التحركات التي تختلف ربما عما حصل في عام 2009، وباعتبار أن هذه التحركات ربما هي اليوم منتشرة، يعني من شرق إلى غرب إلى جنوب إلى شمال إيران وفي كل المناطق، فيما كانت متركزة في العام 2009 في طهران بشكل أساسي، فضلا أن الانتفاضة اليوم لا توجد لها قيادة بخلاف ما حصل 2009 التي كان كما هو معروف يعني أمير حسين موسوي وغيره من القيادات الإيرانية كانت والتي اليوم هي في يعني في الإقامة الجبرية. نعم. هذه الانتفاضة اليوم تتسم بطابع شبيه ربما إلى حد ما بما نسميه الربيع العربي، بمعنى أن هناك انتفاضة شعبية ناتجة عن ضغوط لها في البداية وطابع اقتصادي اجتماعي يعكس شعور الشعب الإيراني بأن هناك فشلا كبيرا للسياسة الإيرانية الاقتصادية، ليس فشلا آنيا أو بمعنى مرحليا، إنما هو مسار من الفشل على مستوى التنمية وعلى مستوى إنجاز نموذج إسلامي كما وعدت الثورة الإسلامية التي قامت على الشاه بأنها ستقدم النموذج الإسلامي والذي هو سيكون منافس للنموذجين الشيوعي والرأسمالي كما قدمت. بالتالي في تراكم من الفشل برأيي فجر هذه يعني التحركات، والتي ربما كان الجانب المباشر كما قلت اقتصادي مالي بسبب السرقات التي حصلت لودائع مواطنين بعشرات الآلاف وربما بمئات الآلاف، والتي تم عملية نهب غير مفهومة وغير طبيعية وغير يعني ليس هناك من إجابة واضحة للإيرانيين حولها، لكن أخذت في المرحلة اللاحقة طابع سياسي من خلال يعني الشعارات التي بدأت يطلقها المتظاهرون، لا سيما في مستوى يعني التعريض بمرشد الثورة وبرئيس الجمهورية وحرق صور وما إلى ذلك من هذا، حتى المطالبة ربما يعني بعودة نظام الشاه وما إلى ذلك من شعارات أخذت بعد سياسي تعكس بطبيعة الحال كما قلت موقفا جذريا ضد النموذج الذي قدمته الثورة الإسلامية. نعم. لا أقول اليوم النظام الإيراني يقوم بحملة اعتقالات تطال المحتجين، يعني برأيك هل حملة الاعتقالات هذه من الممكن أن تحد من التظاهرات التي تجري في المناطق الإيرانية المتعددة؟ يعني لا شك أنا رأيي أن هناك خبرة إيرانية لا يستهان بها على مستوى القمع، وخبرة تتسم بتجارب يعني ربما حتى التجربة السورية هي في الذهن الإيراني اليوم، وربما حتى سياسة النظام الاستبدادي السوري كان يعني أحد مصادر الإرشاد أو الاستشارة له كانت النظام الأمني الإيراني في كيفية التعامل معه. لا أقول أنها ستذهب إلى اعتماد العنف بأقصى وجوهه أو أقصى احتمالاته، رغم أن هناك حالات عنف بطبيعة الحال، لكن لا يجب أن نستهين بأدوات النظام، لأن النظام يعتمد بطبيعة الحال لا يعتمد على جهاز أمني فقط، إنه يعتمد أيضا على مجموعة من يعني المحيطين بالحرس الثوري. يعني يمكن القول أن هناك ليس هناك أقل من 10 ملايين إيراني هم يشكلون قوة ضاربة لما يسمى الثورة الإيرانية. هؤلاء ينتمون إلى نظام مصالح الدولة والنظام، وأيضا هناك بعد إيديولوجي، وبالتالي لا أقول أنه تستطيع الانتفاضة أن تحقق ما تريد
لكن لا شك أنه المحور، يعني النقطة المحورية التي أود الإشارة إليها في هذا الموضوع هو سقوط النموذج الإسلامي الإيراني باعتباره ممثلا للشعب وممثلا لثورة وممثلا لطموحات شعب. هذه الفكرة يعني برأيك فقط. مع التجربة التي عاشها النظام الإيراني، ما هو أقصى حد من الممكن أن تحتمله الحكومة الإيرانية من تصاعد الاحتجاجات؟ لا شك أنه يعني لا تستطيع، لكن يمكن أن نشاهد، وهذا بدأ اعتماده أمس بإطلاق تظاهرات مؤيدة للنظام في أكثر في طهران تحديدا، ويمكن للنظام أن يعتمد هذه الوسيلة، بمعنى أن يواجه الاحتجاجات ليس فقط بالاعتقالات والقمع، إنما بإخراج أعداد من المتظاهرين تحت عنوان أن هؤلاء مؤيدون للنظام ويدافعون عن الثورة، ويعطوا صلاحية، بمعنى أن يتم من خلال هذه التظاهرات ممارسة أقصى أنواع القمع في مواجهة الطرف الآخر. نعم الأستاذ علي الأمين، الكاتب والصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.